برائحة البخور، أطفال وادي حضرموت يستقبلون العام الهجري الجديد. سنة رحلت بمآسيها وأوجاعها، وعام جديد يقبل نأمل فيه الخير. وإن شاء الله ربي يغير الحال إلى أحسن حال، كفى الناس من أتعاب ومن عناء كامل، وإن شاء الله نحن متفائلين بالسنة الجديدة، وإن شاء الله يكون قدومها قدوم خير على البلد. آمال المواطنين كل عام جديد معلقة، فمنذ 9 سنوات يطالبون ويرجون الحكومة والسلطات بالتدخل في إنقاذ وضعهم الاقتصادي والمعيشي المتردي. فإن شاء الله نقول سنة خير وبركة على الأمة الإسلامية، وإن شاء الله الآن نأمل من حكومتنا الرشيدة، حكومة يعني الجنوب، فإنها تنظر للشعب هذا التعبان، الشعب المناضل، فنأمل من الله عز وجل وأملنا في الله كبير فإن تحقق الأمال. اليوم ندخل في سنة جديدة، وإن شاء الله نتمنى أن تكون الأوضاع محسنة وتتحسن أكثر وأكثر، ولكن احنا يعني في الواقع ننظر أنها تكون الأسوأ يعني يوم بعد يوم الأسوأ، ولكن نحن منتظرين من قيادتنا ممثلة بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي أن يعجل بقيام الدولة الجنوبية. الواقع المعيشي للمواطنين يزداد سوءا، كل السبل تقطعت بهم، لكن أملهم بالله كبير وبعودة الدولة الجنوبية الفيدرالية لانتشال أوضاعهم كاملة. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون.